وذكر ربنا هنا يا اخوانا مش ذكر ربنا مجرد التسبيح كده والاذكار العاديه دي، لا، ده هذا هو الذكر الادنى كما قال ابن عباس ومن قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ماذا تقولون في الذكر الاكبر؟ نسال التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. قال لهم لا. امال ايه يا سيدي؟ قل يا تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ليس هذا الذكر الاكبر. قالوا فما الذكر الاكبر يا ابن عباس؟ فقال الذكر الاكبر ذكر الله اياكم عندما امركم به تفتكرون به وعندما نهاكم تنتهون عنه وان يكون ذكركم له اكبر لكم او اكبر من اي ذكر. ذكر الاوامر والنواهي، ذكر الاتباع لدين الله، ذكر الطاعه، وليس ذكر التمرد على منهج الله وتقول الالفاظ والكلام بس. ذكر الفعل، ذكر العمل، ذكر التطبيق لشرع الله عز وجل كما قال تعالى فلا توكل على المؤمنين حتى يلاقيهم في معصيه وبينهم ثم لا يجد في انفسهم ارض يكفيهم عن قضيه وتسليم. ايها المسلمون الكرام، جاءت سوره العنكبوت 11 بوعد الله عز وجل بنصر المؤمنين، فقال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمعنا. وكان السوره مع انها السوره اللي قبل الاخيره في مكه بتمهل وتقول يا صحابه يا رسول الله تهدوا من مكه للمدينه، ما تزعلوش، ما تيأسوش، ما تتضايقوش. ربنا ادالهم التصبير والعزيمه والدافعيه التي تجعلهم يتحملون اي مشاق، والوعد بالتمكين والنصر. فجاء في سوره العنكبوت قول الله تعالى في اولها ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه. ثم جاءت بقول الله يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. يعني مش مهم تطلع من هنا تروح هنا، ما دام معاك لا اله الا الله هي معاك هنا وهي معاك هنا، معك الله عز وجل فلا تحزن ولا تيأس. ثم جاء قول الله تعالى نعم اجر العاملين، من هم يا رب؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى في تحمل وفي جهد في المال والنفس والاهل والارض والوطن والانتقال من مكان لمكان. ثم قال في اخرها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. وصدق النبي حين قال صلى الله عليه وسلم لابي بكر عندما قال له هان تحت اقدامنا ماذا نصنع؟ قال ما ظننت بجنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا وان الله لمع المحسنين. خد الرسول بعنوان، خد الرسول بشعار، خد الرسول بقوة، خد الرسول بعزة، خد الرسول صلى الله عليه وسلم بنصرة، وإن الله لمع المحسنين. الآن لا تحزن إن الله معنا، لذلك جاء نصر الله عز وجل القديم الذي أيها المسلمون الكرام، ولقد تضمنت هذه السورة عددا من الشبهات وردت عليها بأمر الله تبارك وتعالى، وما أحوجنا إلا أن نعرف هذا الرد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا. إن الله وعد بنصره ولكن من أصبر، ووعد الله عز وجل بإعلانه ولكن من جاهد في الله حق جهاده، ووعد الله عز وجل بالتمكين في الأرض ولكن من عبد الله حق تعبده وإلهه. فقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما نوى. وقال صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي زمان يعزز فيه هذا الدين ولا يدخلن هذا الدين أهلا كل
تستطاع ان تجمع الله، ولكن من المؤهلون لذلك؟ قال الله في ايات سوره النور: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد امرهم خوفا يعبدونني فلا يشركون بي شيئا. فاللهم اجعلنا من اهل عبادتك واجعلنا من اهل طاعتك ارفع ضغطنا وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل شفاهك منا ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا يخاف ولا تنفعنا فاصبحنا من انفعال وقلب خاشع ولسان مذكرا وعقل بلى عباد الله استغفروه انه الشبهات التي وردت في هذه السورة. جاءت سورة العنكبوت